مرحبا أطفال الصغار، درسنا اليوم سيكون حول رقم خمسة. رقم خمسة، فلنعيد. رقم خمسة، أحسنتم. سنبدأ في بادئ الأمر كما اعتدنا بالكتابة. هذا رقم خمسة وهذه خمسة بالحروف. خمسة بالرقم، خمسة بالحروف. خمسة بالرقم، خمسة بالحروف. سأبدأ في بادئ الأمر بكتابة رقم خمسة. كيف يكون رقم خمسة يا صغار؟ نجموا تتبعوني باش نعمل خط أفقي، ثم خط مائل، ثم خط منحنين. هكذا أصبح لدي رقم خمسة. فلنعيد. خط أفقي، خط مائل، وخط منحنين، وهو نصف دائرة. فلنعيد المرة الثالثة. خط أفقي، خط مائل، ونصف دائرة، وهو خط منحنين. هكذا يكتب رقم خمسة. فلننتقل إلى كلمة خمسة بالحروف. هكذا تكتب خمسة بالحروف. سأترك بقية النقاط لتكملوها بالمنزل. هذا خمسة بالرقم وهذا خمسة بالحروف. سننتقل الآن إلى التمرين الموالي. ماذا يقول التمرين؟ أرسم في الدائرتين الأشكال بما يطابق الرقم. فلنعيد السؤال. أرسم في الدائرتين الأشكال بما يطابق الرقم. أين الدائرتين يا أطفال؟ نعم، ها هما الدائرتين. سأرسم حسب ما، نعم، ما يطابق الرقم وهو موجود باللافتة. لدينا هنا، ما هذا الشكل؟ مثلث أخضر. وهنا لدينا رقم، ما هو الرقم؟ نعم، أحسنتم، إنه رقم خمسة. وهذا مربع وبجانبه رقم خمسة. هذه المجموعة بها الرقم وينقصها خانة نعم الأشكال، ولكن هنا توجد دوائر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. توجد بآخر دائرة، هي خمسة دوائر. سنبدأ بالدائرة الأولى لنرسم مجموعة المثلثات. كم يوجد لدينا من مثلث حسب الرقم المطلوب؟ خمسة، نعم. سأرسم خمسة مثلثات. واحد، هذا واحد. اثنان، أحسنتم، هكذا. ثلاثة، هذا المثلث رقم ثلاثة. أربعة، هذا المثلث رقم أربعة. وخمسة. لقد رسمت أصدقائي الصغار خمسة مثلثات كما طلب ما بالمجموعة. أعطانا رقم خمسة وأعطانا المثلثات. فلننتقل الآن إلى المربعات. كم أعطانا رقم المربعات؟ نعم، أعطانا رقم خمسة. فلنرسم خمسة مربعات. هذا المربع رقم واحد. فلننتقل إلى الثاني، هذا المربع رقم اثنان، أحسنتم. وهذا المربع رقم ثلاثة، جيد جدا. وهذا المربع رقم
رقم ماذا؟ رقم أربعة. أحسنتم، وهذا المربع رقم خمسة. أحسنتم جيد جدا يا أطفال، لقد رسمنا خمسة مربعات في المجموعة الثانية وخمسة مثلثات بالمجموعة الأولى كما طلبت اللافتة. لننتقل الآن إلى التمرين الموالي. ماذا يقول التمرين يا أطفال؟ أحسب الأعداد لأنجز العملية. أعيد، أحسب الأعداد لأنجز العملية. لدي هنا العديد من الخضروات، سأقوم بحسابها وجمعها لأتحصل في كل مرة على نتيجة ونتيجة. الآن توجد لدينا بصل وفلفل، بصل وفلفل. سأحسب كم عدد أو رقم البصلات. نعم، واحد، اثنان، ثلاثة. أكتب بالصغير ثلاثة كي لا أنسى. كم حبة فلفل لدينا؟ واحد، اثنان. يوجد لدي اثنان. نعم، كيف سأحسب كمهما؟ علي جمع ثلاثة مع اثنان. أول طريقة ستكون بالأصابع، سأعطي هذا إصبع، واحد، اثنان، ثلاثة. لدي ثلاثة وهما ما يمثلن عدد أو رقم البصلات. نعم، ماذا سنزيدها؟ اثنان وهو رقم الحبات. واحد، اثنان. الآن لدي مجموع هذه الخضروات، سأعدها كاملة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. نعم، إذن عندما نجمع ثلاثة مع اثنان يساوي خمسة. لكن لدي يا أطفالي طريقة جديدة، وهي أن أحسب بالأقراص والأعواد. ماذا سأفعل؟ سأترك لدي كم من حبة بصل لدي؟ ثلاثة، هذا قرص واحد، اثنان، ثلاثة. لدي ثلاثة أقراص وهما ما يمثلن عدد البصلات، رقم البصلات. سأنتقل إلى حبات الفلفل. كم لدي من حبة فلفل؟ اثنان. سأقوم، واحد، اثنان. أحسنتم. الآن سأحسب المجموعة كاملة. كيف؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. هكذا يكون مجموع هذه الخضروات خمسة. العملية الأولى هي تساوي خمسة. أحسنتم أطفالي، سأكتب خمسة هكذا. أحسنتم. فلننتقل الآن إلى، نعم، العملية الموالية. ماذا تقول العملية؟ علي جمع حبات الفلفل مع حبة اللفت. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أكتب أربعة بالصغير لكي لا أنسى، مع واحد، واحد فقط. سأكتب واحد كي لا أنسى. إذن لدي، أحسنتم، لدي أصابع يدي. لقد قمت برسم أصابع يدي هنا. كم لدي من حبة فلفل؟ لدي أربعة. واحد، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أحسنتم. وكم لدي من حبة لفتين؟ لدي واحد، ولم يتبقى بأصابع اليد سوى واحد. هكذا واحد. فلنجمع عدد هذه العلامات، واحد، اثنان، ثلاثة،
أربعة خمسة. هكذا تكون عدد أو رقم جمع حبات الحبات هو خمسة. إذن فلنحسب العملية بطريقة الأقراص والأعواد. سأختار كم لدي من حبة فلفل؟ أربعة. أحسنتم. واحد، اثنين، ثلاثة، هذه ثلاثة، أربعة. لدي أربع حبات فلفل. وكم من حبة لفت لدي؟ لدي حبة واحدة. إذن سيكون لدي واحد. الآن فلأجمعها. أعد: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن المجموع سيكون خمسة. سأكتب هنا خمسة. أحسنتم أطفالي. سأقوم الآن بجمع الدوائر. كم من دائرة لدي؟ سأبدأ واحد، اثنان، اثنان، أكتب مثل العادة لكي لا أنسى، مع واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاثة، اثنان مع ثلاثة كم يساوي؟ فلنعد المجموع: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أحسنتم أطفالي. هكذا يسمى المجموع العملية الثالثة خمسة. بالعملية الرابعة أطفالي يوجد هنا واحد مع واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إذن نجمع المجموع: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. مجموع العملية هو خمسة. أحسنتم أطفالي. الآن لقد أنهينا درسنا اليوم وهو رقم خمسة. لا تنسوا هذا الرقم. لقد أنجزنا العمليات بكل نجاح. الآن سأترككم أطفالي. إلى اللقاء.